ودلوقتي هنستمع مع حضراتكم لكلمة واحد من أكبر الخبراء الاقتصاديين في مصر والعالم، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية. الأمم المتحدة بتعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم. والأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار هي بتستند لمعايير دولية. أولها أنها بتراعي كل قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وتحديدا الفقر المدقع، يعني الأشد فقرا في بلادنا. أيضا بتراعي فرص وتكافؤ هذه الفرص بأن تتاحها لكافة الناس، وأيضا بالتركيز على الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال. ويضاف إلى كل ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتطوير نوعية الحياة سواء في القرى أو المدن الصغيرة والأحياء الصغيرة. وفقا لهذه المعايير الأمم المتحدة اختارت هذه المبادرة من ضمن أفضل الممارسات، لأنها عندها أيضا برنامج زمني، يعني مش مفتوحة دون وقت للمراجعة والمتابعة وتقييم الأداء. هي بدأت في 2019 والمفروض تنتهي في 2024. هذه المبادرة بتركيزها على القرى هتتيح فرص العمل والارتقاء بحياة الناس في هذه القرى، ومعها سوف تستمر باطراد معدلات النمو الأكثر شمولا للكافة والأكثر تأثيرا على حياة عموم الناس.